الفضل. مولاي، ما أخبره خراج الري؟ الحمد لله يا مولاي، الخراج وفير. الحمد لله. هل يدون كل شيء في ديوان الخراج؟ نعم يا مولاي. استرح يا أبا الفضل. ليكتب المأمون كتاب عهد يرد به على كتاب الأمين. أمر مولاي. وليعلق الكتابان على ستار الكعبة. لا يحتاج الأمر إلى ذلك يا مولاي، الناس كلها تدين بالولاء والطاعة دون إيمان وعهود غليظة. لا أخشى الناس يا أبا الفضل، فالناس تعرف قدرنا وحقنا كما نعرف قدرها وحقها، وإنما أخشى التأجيل والتسويف.